السلام عليكم اخوتي، مواليا بخير، لاباس عليكم. احنا خدامين كنقيو الزريعة ديال نوار الشمس باش نطحنها شوية ونعطيها للطيور، حيت كتكون فيها دابا بحال هاد البذور هادي اللي منقية، كتكون فيها كتكون ملي كتهرسها بحال هكا كتلقى فيها واحد، هانتوما كتلقى فيها بحال الغمولية بحال. دابا انا هادي شديتها شمستها مزيان في الشمس، وكنحاول نعزل ليهم غير هادوك الحبات اللي مغطيين لداخل ومزيانين، هما اللي غادي نطحنهم. اما دوك الحبات بحال هادو اللي كيكونوا ديجا عريانين بلا جلدة، اما كتكون فيهم واحد الدودة داخله ليهم لداخل، ولا كيكون تتولي فيهم واحد الخضورية بحال هكا، واحد الخضورية من الجنب. إذا مشيتي حتى عطيتيها للطائر، مع الوقت كيبقى ياكلها كل نهار كل نهار كل نهار. مع الوقت كدير ليه واحد، ها انتم الى لاحظتوا واحد الخضورية راه كتبان، يعني الحبة ماشي بيضاء. مع الوقت كدير ليه المرض في المصارن، ها انتم شوف بحال هذا، دابا هذه منقية، شوف شتها كيفاش كتبان، كتبان خضراء ولا كحلة، يعني بحال هكا. مع الوقت كيولي فيه المرض ديال المصران، هذا الشيء علاش خاصنا ننقيوها مزيان، نحيدو غير هذوك، نخليو غير دوك الحبوب اللي كيبانوا مزيانين. ويعني هذا الشيء كياخد شوية الوقت، ولكن الا بغيتي الطيور ديالك يبقاو بصحة جيدة وما يمرضوش. الله يسخر لجميع المربيين، الله يسخر، وما تنساوش توفروا هذا الوقت هذا التفاف، اللهم يسر الجميع. هانتوما الاخوان، انا دابا منين نقيت الزريعه انا حيدت منها داك الشيء اللي كان فيها. هانتوما انا دابا راه كاين بزاف ديال، كتلقى ديك الزريعه منقيه ولكن كيكونوا فيها شي امور اللي كتمرض ليا، اللي كتسبب ميجا بكتيريا وتسبب كوكسيديا. انا دابا غادي نهرمشها واحد شويه في المولينيكس ونقدمها لهم. هي احسن مني كتشمشها كتطحن بالزربه، ماشي تطحنها حتى تطحن تولي، المهم نطحنها ونوريكم كيفاش. هانتوما الاخوان، من بعد ما طحنتها، هانتوما راه ماشي طحنتها حتى ولات غبره، راه طحنتها راه دابا بحال هكا كتجي ساهله كياكل هو، حيت هو اصلا منين كيشدها ديك الحبه ديال الزريعه كيشدها كيبقى يهرس فيها بشويه، كيحطها في شي بلاصه كيبقى يطحن فيها بشويه، انت كتسهل عليه المأمورية. كيوكلوا بيها الفراخ ديالهم، كياكلوها حتى هما، كتعاونهم كتعطيهم الدهنيات، كيموتوا عليها هما بالخصوص الحسون، حتى الكناري تا هما كيوكلوا بيها الفراخ ديالهم. غير هو من الاحسن تنقيوها مزيان، حيت كيكون فيها كتكون عامره زبل، وكتكون عامره بزاف ديال الامور، وكيكونوا فيها هاد الحبوب اللي منقيين هادو، كيكونوا مراد تكون فيهم واحد الخضوريه بحال بدات كتخمج، حتى ملي كتعطيها للطير كدير ليه ميغا بكتيريا ولا كدير ليه كوكسيديا، صافي مع المده هو كل مره كيبقى تعطيه نتايا، كل مره واحد النهار كتجي كتلقاه راه منفوخ ولا مريض ولا بحال هكا، طير كيعدي طير طير كيعدي طير، حتى كيموتوا لك الفراخ ديالك. دونك بخصوص الناس اللي كتكون مربيه بزاف، من الاحسن انك ما تعطيهم شي حاجه ياكلوها حتى تتاكد من السلامه ديالها، لا الزوان لا كاع الحبوب. بخصوص تاني زريعه الكيف، حتى هي كتكون فيها الدوده كتكون فيها، ومازال ان شاء الله ندير لكم فيديوهات اخرين، والله يسخر الامور.